السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الكرام، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتتبعوا هذا الفيديو. خروج أم وئام الدحماني بسبب هذه العصابة الحمزاوية كتكشف حقيقة وفاة وئام، وكذلك التهديدات اللي خلاتها أنهم يتمش فتح الملف من جديد. فقبل ما نبدأ في صلب الموضوع، كنتمنى أنكم تعملوا لايك وتبارطاجوا هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. إخواني أخواتي، فبعد الخرجة المباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للدكتور العمارتي، واللي كان طلب فيه عائلة وئام الدحماني أنها تخرج وتعمل لازم من أجل فتح تحقيق جديد في القضية وئام الله يرحمه، في ظل ظهور العديد من الحقائق وكذلك المستجدات واللي هي في صالح المرحومة وئام. وهنا اللي كيجعلنا نتسألوا إخواني إخواتي، هل عائلة وئام توصلوا بتهديدات من العصابة الحمزاوية من أجل تنهية عن نبش في هذه القضية ومطالبة العائلة بإنصافها؟ فباش تعرفوا، وحسب بعض المصادر أن عائلة وئام ما بغاوش يقلبوا الوجائع والملف تغلق، لأن الأم ديالها متزوجة بخليجي محافظ. إخواني إخواتي، فوئام اللي كانوا صوروا لها واحد الفيديو وكانت مع واحد الاشخاص وبداو كيبتزوها، وداك الشيء علاش مستحيل هذا الملف يتفتح مره اخرى، ولو ان بعض الانباء اللي كتاكد ان السلطات الامنيه بالامارات بداو كيفتحوا هذا الملف بوتيره بطيئه، واللي كتعود منذ سنه 2018، يعني السنه اللي خلقت فيها هذه الضجه بوفاه وئام الله يرحمها. فبالرغم من ظهور وثائق وحقائق الإعلان عليها الدكتور العمارتي، فراه مازال المغنية والعصابة كيلتزموا الصمت، واللي كيجعلنا نقولوا واش فعلا اقتربت نهاية هاد المغنية بعد ما انفضح كل شيء، التلاعبات الرشاوي والفساد والتهرب بالاحتيال من عقوبة المحكمة ومن العدل والقانون، واللي كان قال الكلمة ديالو إخوان أخواتي ابتدائيا واستئنافيا، ومازال كنتظروا القرار الأخير. كيف ما تبعتوا إخوان أخواتي معنا ذاك المسلسل اللي كان فيه مجموعة من التأجيلات، الجلسات اللي كانت فيها مجموعة من التأجيلات بسبب هذه المغنية، فهنا فين كان كيطرح مجموعة من الأسئلة في ذهاننا تنقولوا كيفاش هذه المغنية يعني دائما تم تأجيل الجلسات، يعني أكثر من 16 تأجيل حسب بعض المصادر كتقول أن التأجيلات كانت كثيرة وكثيرة، دائما كتجيب شهادة طبية دائما يعني، ومن بعد أن حملات وبعد أن يعني داك الشيء صراحة داك الشيء مدروس. ولكن باش هذا الملف يتم التيدير واش عملوا؟ يعني كانت الأخت ديالها يعني كبش فداء، لانهم بجوجهم اللي كانوا من بعد ما كانوا جاوا من الامارات مباشره يعني من جاوا للمطار، وبالتالي يعني استدعوهم من طرف الفرقه الوطنيه واللي خذوا الكلمه ديالها. فهادشي اخواني اخواتي كيبقى الا لتذكير الارشيف ديال المحاكمات الماراثونيه اللي كان تم الاعلان ديالها من المحكمه الابتدائيه وكذلك الاستئناف، وهادشي اللي خلانا كنتسائلوا علاش ما تمش يعني تنفيذ هذاك الحكم يعني في حق هذه المغنية، ومن بعد ما كانت سمات واحد المبلغ مالي اللي هو ككفالة مالية، ومن تم يعني كانت في حالة صراع، يعني كانت متابعة في حالة صراع، والأخت ديالها كما ذكرت أنها كانت كبش فداء واللي دخلات وخرجت الآن، ومازال المغنية يعني تصول وتجول، ومازال كتخرج عينها ومازال كتأكد البراءة ديالها، خصوصا بعد جميع الضمانات اللي كان عطاها يعني المحامي ديال المرحوم باش ما تدخلش للسجن. وهذيك الضمانات اخواني اخواتي اللي كانت فعلا جات من ذاك القاضي اللي كان كيحميها واللي هو رهن الاعتقال، هذه اخر مستجدات رهن الاعتقال، واللي بالدور ديالو كشف على 16 قاضي اللي كشف وقتها كانوا كيحميوا هذه المغنيه. فعلا القضاء تحرك. علاش تحرك؟ لان القضيه ولات قضيه راي عام مغربي. فهنا كنقولوا ان نهار تحكم هذه العصابه مره اخرى بخصوص هذا الملف ديال الوئام وكذلك ملفات اخرى،
اخواني اخواتي. فنهار تحكم هذه العصابه ديال حمزه مومبي وكذلك المغنيه في القضيه ديال وئام التهماني وقضايا اخرى، وكذلك العصابه اللي كانوا صفوها التهامي بناني، غتعرفوا بان القضاء عندنا في المستوى ولا ما بانش الحقيقه ديال هاد جوج الملفات، فما يبقى علينا الا نقولوا الله يرحم القضاء. هذه هي الكلمه الاخيره، نقولوا الله يرحم القضاء، يعني نقولوا بان هاد السيده فعلا هي فوق القانون، هي فعلا فوق القانون، هادشي اللي ما بغيناش. وهاد القضيه اللي ولات قضيه راي عام وطني اللي خلى اي واحد انه كيتكلم هاد الملف. فاليوم اخواني اخواتي وللاسف راه كنشوف هاد العصابه الحمزاويه غير كتهدد اي واحد تكلم في هاد يعني هاد الملف اولا عن هاد المغنيه، ومازال هاد العصابه باغا تصفيها لعباد الله، بدايه بعد ما صفوها الوئام التهماني، صفوها القاضي المربوح، صفوها كذلك البوعشرين، ربما هاد الوفاه ديالو حتى هي ربما اخواني اخواتي مات غير بديك الفقصه ديال هاد الملف. السيد يعني انبو الضمير ديالو مات بديك الفقصه، واليوم بغاو يصفيوها، يعني ربما هذه بعض المعلومات اللي توصلنا، بغاو يصفيوها التحفه اللي مازال كتوصل مكالمات مجهوله كيهدوه. فحتى ان تحفه اخواني اخواتي، غير باش ناكد لكم، ملي دخل المغرب من اجل السياحه والاستجمام فهو استثنى مدينه مراكش من اجل الزياره واكتفى بمدن اخرى، هذا ان دل على شيء، انما يدل على بعض المسؤولين كيحاولوا انهم يطبخوا ليه شي قضيه ويحاولوا انهم يرطوه بشي تهمه خطيره. يعني اي حاجه نقدروا نتفاجئوا بها في هذا من طرف هذ المسؤولين وكذلك العصابه الحمزاوي، لان هذا السيد تكلم عليهم وتكلم وزاد تكلم عليهم، لانهم لانهم خايفين انهم يتم الاعتقال ديالهم داخل الاراضي المغربيه. علاش؟ الا تم الاعتقال ديالو اخواني اخواتي فراه غتحرك يعني القنصليه الامريكيه، خصوصا انه عنده واحد جواز سفر امريكي اللي كيحميه، والقانون ديال امريكا صراحه يعني عندهم حريه التعبير، يعني تكلم في كيما بغيتي غير ما تضربش غير ما تسبش غير ما تفوتش. فهو كيتكلم بواحد الجراه، كيتكلم بواحد الثقه كبيره، خصوصا ان هذا الملف في حقائق كثيره. غتقولوا انه حتى هو كيسب انه كي، ولكن حتى هذيك المغنيه حتى هي سباته، حتى ركوشي تبادل، يعني الا بغى يعتقلوه حتى هي خصو يعتقلوه، حتى ذوك العصابه يعتقلوا انه يسبوه، يعني عايروا الوالده ديالو وزيدوا زيد بزاف المسائل، وهادشي ثابت في حقهم. وحتى الفيديوهات اللي منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي كتاكد فعلا ان هاد العصابه يعني فيها ابتزاز سب شهير في حق التحفه. بالرغم هذيك الشكايات اللي كنقولوا اللي كنسمعوا بعض المعلومات اللي كتقول ان 170 شكايه وهذا رقم ضخم اللي ترفعت ضد هاد التحفه، فهادشي كله الا ارقام يعني مبالغ فيها، وان اي شكايه تكون ترفعوا عليها غير شكايه جوج شكايه ولا ثلاثه يتم اعتقادها، ولكن هادشي راه ما كاين منه حتى شي حاجه. حتى هو راه رافع شكايه خطيره في حق هاد المغنيه وكذلك العصابه الحمزاويه، ولكن راه ما قدروش انهم يتم التحقيق معه، لانه ولا تم التحقيق معه فهو غيكشف يعني عن الحقائق اللي هي خطيره بكثير. غتدخل القنصليه الامريكيه وغتدخل يعني غتولي واحد واحد موضوع اخر بخصوص هاد الملف. على اي، ففي ضوء هاد القضيه ديال وئام التهماني واللي هو موضوع الساعه، واللي الدكتور رشيد العمارتي اللي مازال كيتكلم فيه، يعني الاكيد هاد السيد راه عنده الوثائق والحقائق راه في يده، تسجيلات مكالمات فيديوهات اللي كتوثق تهديدات ابتزاز هاد وئام التهماني. هادشي علاش خرج وكيتكلم بواحد الحرقه بواحد الجراه، وكيطالب مازال كيطالب العائله ديال وئام التهماني انهم يتحركوا باش يرفعوا يعني هذيك الشكايه ضد هاد اخواني اخواتي. نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد، فما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم وبالبارطاج ديالكم لهذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.